السلام عليكم خويا. الناس ديال السبت كزوله هنايا كاينين الناس ديال الرميض ما استفدوش، الاغلبيه الناس ما استفدوش، ولا كارطا هي ما استفدوش الناس، وكاينين الناس المساكين هنا اللي ما عندهمش مساكن حتى كيلو ديال الدقيق في الدار. الناس مواعتين هنايا في السبت كزوله بزاف، والناس ما استفدوش من الرميض ولا من لاكارت، والناس اللي عندهم مسك عليهم الله الله يعاونهم، حنا ماشي كنحسدوهم، استافدوا. وانا كنقول هاد الهضره وانا كنتحمل المسؤوليه ديالها. الناس هنايا لاباس عليهم واستافدوا في الرميض، عندهم الرميض واستافدوا، وصحاب لاكارت استافدوا، والناس هنا مساكن هنايا كاين اللي خدامه في كريريسا ما في هذا الحجر الصحي، مسكين قاعد في دارو ما عنده ما ياكل لا هو لا وليداتو، كاين اللي عنده خمسات الوليدات، كاين اللي عنده ستات الوليدات، ما مسكين ما عنده ما ياكل، راه الله غالب. الناس ما كيستافدوش، ما انا على ما كيبان لي انايا ولاو كيستافدوا الناس ديالهم همايا، ما فهمتش انايا. كنتمنى من جلاله الملك يتدخل في هذا الشيء، هذا هو اللي كاين اخويا. عاش الملك مغرب الكرامه والضيافه والامن والاستقرار والاحترام والتقدير والتعايش. عاش محمد السادس. انا صافيت 12 وما استفدتش من هذا الرميد ديالي، وعندي رب اسره، عندي بنت، وحنا ربعه الناس في الدار، ما استفدتش من هذا الرميد، واليوم باقي ما استفدتش انا من هذا الرميد. وشكرا اخوتي. عندي رميد وصيفط 12 مده دابا 54 يوم مازال ما استفدت، ما جاوبونيش في رميد، عاود صيفط في اصحاب لاكارت ومازال ما جاوبونيش. عندي وليدات، حنا اربعه الناس في الدار، وما كاينش اللي كيصير علينا، ما عايش مع والديا، ما عايش بوحدي، وخدام في محطه طرقيه في النقل في الكزوله، ومازال دابا لحد الان ما استفدتش من حتى شي حاجه. هذا هو الشيء اللي كاين، ومن الدعم 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 راه باقي ما استفدناش منه حتى هو. الدعم راه الناس كلشي حدانا باقي ما استفدوش من الدعم، من القفه. القفه كيقولوا فيها 70000 فرانك 14000 ريال، وحنا القفه كيجيبوا لنا فيها 2400 1600. القفه فيها العدس وفيها اللوبيا وفيها الحمص وفيها كلشي، كل ما يلزم ديال رمضان، كل لوازم ديال رمضان. وحنايا كيجيبوا لنا هاد القفه كنشدوا فيها غير 1600 2400. ما عرفنا حنا واش مغاربه ولا يهود. يهود عايشين احسن منا حنا في هاد البلاد، في بلادهم. ومعنا هنا كاينين اليهود، معنا هنايا في هاد القاره هادي عايشين بخير وعلى خير، ومسوقينش الفقراء. الناس راه ضعافه، كاين اللي وقف على الصنعه ديالو، كاين اللي حليف، كاين اللي عنده الصنعه ديالو، بزاف الصنايعيه واقفين دابا حنايا حدانا هنايا، بيع وشرايه، كاين اللي ما عندوش باش مشى لي راس المال ديالو، مشات لي فلوسه، ما كاينش باش يطالب مع شوات، كلشي مالي الكرارس، كلشي بلاد صغيره، الناس ما كلشي زرعوا عليهم، ولا الله هو هذا خويا. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم نور الدين المساوي، عضو مستشار بجامعه الزازوله. في هذا اليوم هذا كنعيشوا واحد المهزله من المهازل، وذلك بسبب عدم تكافؤ الفرص وعدم دمقراطه هذه القفاف الاجتماعيه ديال التغذيه. حنا كنشوفوا الناس هنا جاوا باش يقلبوا على الحقوق ديالهم اللي عطاها لهم الدستور. وعلى سبيل المثال بازال دابا بعض الاحياء ما خداتش يعني المساعده، هريله جوج، الاخلاص والمسقي او الزيتونه، فهذا وحي الصناعي كذلك. فالمره الاولى كان بدات واحد توزيع عشوائي، الدار يعني عشوائي، العمليه كانت عشوائيه. فاذا به دابا كيقول لك الاخلاص غنعطوها 50 او 40 فقط، ونعتمد البونات، واش ما غنرجعوا لعام البون دابا؟ الناس كتحتج، وهذا عمل غير صالح وما كيشرفش هذه الجماعه ديال جازوله. حنا كنرفعوا النداء ديالنا للمسؤولين باش يراجعوا هذه العمليه هذه، وينصفوا الناس اللي هما متضررين. كاين ارامل لا زال لم يستفدنا، وكاين ناس، وكاين معوزين، وكاين فقراء. فالعمليه مبطوره من الاول، وحنا كنحتاجوا على هذا الاساس هذا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.